بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. أهلا بكم أبنائي الطلاب في المراجعة الأولى لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول. إن شاء الرحمن الرحيم النهاردة هنعمل مراجعة على أول درس مقرر علينا وهو درس إعمال العقل، ونعمل على الدرس ده مجموعة من التطبيقات البلاغية والنحوية المهمة للغاية اللي بتذكرنا بكثير من المعلومات البلاغية القديمة زي التشبيه والألوان البيانية وأسرار جمالها، وأيضا بتدربنا على بعض المعلومات البلاغية المقررة في هذا الفصل الدراسي زي المحسنات البلاغية من طباق وسجع وجناس وغير ذلك. وأيضا شاء الرحمن الرحيم هنتعرض لسؤال أيضا ثابت في الأسئلة وهو المراجعة النحوية من خلال الفقرة. هنتدرب على السؤال المعتاد اللي انتوا عارفينه وساعات بيزعجكم شوية اللي هو اعرب ما تحته خط، هنراجع من خلاله بعض الدروس القديمة زي الأسماء الموصولة وازاي نعربها حسب موقعها في الجملة، وزي مثلا الفعل الماضي امتى بيتبنى وبيتبنى على ايه، والبدل بيتعرب ازاي. يعني الحقيقة هنتعرض لكثير من المعلومات القديمة اللي انت في حاجة ملحة انك انت تتذكرها وتتدرب عليها ايضا. لكن ده مش يعني بس ان احنا هنراجع المعلومات القديمة، لا برضو ان شاء الرحمن الرحيم هنتعرض لكثير من المعلومات النحوية المقررة عليك في الفصل الدراسي الاول، ومنها طبعا اعراب الفعل المضارع، نصب الفعل المضارع، جزم الفعل المضارع، الادوات اللي بتنصبه وعلاماته الى اخره. فان شاء الرحمن الرحيم تكون مراجعة مثمرة ومفيدة للغاية باذن الله. تعالوا بقى كده نتوكل على الله ونبدأ مسيرة اجابة الاسئلة. الفقرة الأولى اللي بتبدأ بلقد قامت حضارة المسلمين إلى مضي 3 ساعات مضينا من النهار. أول سؤال بيقول لي ها هو ذا، معنى ذا اسم إشارة ولا من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب ولا اسم موصول؟ طبعا لازم أرجع لها في القطعة، ها هو ذا أمير المؤمنين. يا ترى ينفع أشيل ذا وأحط هذا؟ ها هو هذا أمير المؤمنين، يبقى فعلا هنا ذا اسم إشارة وليست من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب. يعني في عبارة أخرى لو قلت إن ذا المال سعيد، إن ذا المال سعيد، فعلا هنا كلمة ذا بمعنى صاحب الأسماء الخمسة، بس دي خلاف العبارة اللي عندنا. السؤال الثاني بيقول لي ها هو ذا، أفادت ها اللي في الأول ديت التنبيه ولا التأكيد ولا التخصيص؟ عايز اقول لكم معلومة طريفة شوية يمكن ناس كتيرة ما تاخدش بالها منها، ان كلمة هذا مكونة من كلمتين، من ها وذا، وكلمة هذه مكونة من كلمتين، من ها وذيه. كلمة هؤلاء برضو مكونة من كلمتين، ها وأولاء، ودايما ها اللي مع اسماء الاشارة بتفيد التنبيه. يعني كأن العرب بتقول الاول، العرب يعني في كلامهم القديم تعودوا ان هو الاول يقول ها للتنبيه وبعد كده اقول ذا للايه؟ للاشاره. فلذلك كلمه فعلا ها هنا هتبقى ليه يا شباب؟ للتنبيه. السؤال الثاني بيقول لي مرادف هم، طبعا لازم ارجع لها، وقد هم بالخروج للقتال. بيقول لي ازمع ولا جهز ولا حمل الهم ولا حزن؟ طبعا العباره هنا او هم هنا بمعنى ازمع. ازمع شباب يعني عزم وقرر، ازمع على الامر اي عزم عليه. اما جهز ما تمشيش مع المعنى طبعا، مش جاهزة بالقتال، هي لو كانت للقتال كنا قلنا ماشي، لكن جاهزة ما تمشيش. وطبعا هنا مش بمعنى الحزن خالص ولا شيء الهم، يعني مش كده معناه، ممكن في عبارة أخرى تدي معنى الحزن والهم. يعني بقول همه موت ولده، يعني موت الولد أصابه بالحزن. فخلي بالك كلمة هم تيجي ساعات بمعنى أحزن وساعات تيجي بمعنى قرر وأزمع، هي هنا بمعنى إيه يا شباب؟ أزمع. سؤال الرابع بيقول لي معنى 3 ساعات مضينا من النهار، قرب الظهر ولا قرب العصر ولا قرب الغروب؟ طبعا دي عايزة شوية تفكير شوية، ما قلت 3 ساعات مضينا يعني 3 ساعات مشوا يعني من النهار. طب ما اقول النهار بدأ مثلا بعد الفجر وفي 3 ساعات مروا، يبقى قرب مين يا شباب؟ قرب الظهر، صح؟ دي مش معنى بقى، دي مجرد تفكير يعني. اذا معنى 3 ساعات مضينا من النهار اي قرب الايه يا شباب؟ قرب الظهر. السؤال الخامس بقى بيقول لي مضاد هم، سعد ولا تراجع ولا كره ولا نسي؟ طبعا انا اخذتها في الاول ازمع يعني قرر ونشط في الامر، يبقى صح كده، برافو. مضاد هنا هم هتبقى ايه شباب؟ مضاد هم، تراجع عن الامر. السؤال اللي بعديه بيقول لي مضاد القدره، القدره الكسل ولا العجز؟ عكسها يعني،
الكسل ولا العجز ولا التردد ولا الخوف. طبعا هنا دايما القدرة عكسها العجز، قدر على الأمر عكسها عجز عنه. أما الكسل عكسها النشاط، التردد عكسها الحسم، الخوف عكسها الأمان. ودي من ضمن الحاجات اللي انت تطمئن بيها لإجابتك، انك تحاول تجيب مضادات الكلمات كلها علشان برضو تبقى متأكد من اللي انت اخترته. مضاد الغيب، خلي بالكم بقى عشان في معنى كده في أذهان الناس ساعات بقى بإيه، خلي بالكم ان في ساعات كده معنى بيلتبس عندكم انك بتفكروا عكس الغيب الحقيقة. لا يا جماعة، الغيب أيضا حقيقة، يعني ما هو الجنة غيب والنار غيب، ومع ذلك هي حقائق. إذا ما ينفعش عكس الغيب الحقيقة، ما العكس الغيب الواقع. لا، طب ما هو الغيب واقع. أنا سبت الشهادة لأن هي كلمة شهادة صح، بس عكس الغيب ينفع الواقع؟ لا يا جماعة، لأن الغيب أيضا واقع. يعني أنا لما أقول مثلا واحد ماشي في الشارع وأنا ما أعرفش دلوقتي إيه اللي بيحصل، طب ما هو اللي بيحصل في الشارع ده بالنسبة للراجل ده واقع، هو بالنسبة لي أنا غيب، لكن بالنسبة للراجل ده واقع. إذا ما ينفعش عكس الغيب الواقع، تمام؟ ولا المعرفة، تمام؟ المعرفة عكسها الجهل، لكن عكس الغيب الشهادة. أقول لكم بدليل إيه بقى؟ بدليل ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما يشهده الإنسان ويحضره الآن، مش الشهادة عن الموت في سبيل الله، لا طبعا، معنى الشهادة هنا أي ما يحضر الإنسان وما يراه وما يعينه. السؤال اللي بعديه بيقول لي جمع القدرة، كلمة قدرة تجمع على أقدار ولا قدور ولا قدرات ولا مقادير؟ أقدار الحقيقة جمع قدر، قدور جمع قدر، يبقى قدرة فعلا جمعها قدرات، كلمة قدرة جمعها قدرات. طيب جمع النهار، ساعات طلبة كتير بقى تستغرب من الإجابة الآتية، إن جمع نهار، ها بص كده، أنهر، أنهر يا أستاذ، ده أنهر دي جمع نهر. أيوة، كلمة نهر تجمع على أنهر، وكلمة نهار تجمع على أمر أنهر، مفيش مشكلة خالص. جمع الغيب أخيرا، الغيوب ولا المغايب ولا الغياهب ولا كل ما سبق؟ لا، هي الغيوب طبعا زي ما قدمنا. اذا شفت اهوت الاختيار التاني، مراجعه بسرعه، زا افادت كانت اسم اشاره، والهاء افادت التنبيه، وهم كانت بمعنى ازمعه اللي هي بمعنى عزمه، ومعنى ثلاث ساعات اللي هي يعني قرب الظهر، ومضاد هم على الامر تراجع عنه، ومضاد القدره العجز، ومضاد الغيب الشهاده، وجمع قدره قدرات، وجمع نهار انهر، وجمع الغيب الايه يا شباب؟ الغيوب. خلي بالنا شباب في مسألة معاني الكلمات دي، لأنها ساعات بتوقع وبتضيع درجات كتير. نيجي بقى بقول ليه؟ وضح مفهوم الحضارة ممثلا لما تقول بحضارات قديمة وحديثة. تعالوا بقى نفتكر كده، مفهوم الحضارة هي كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، كل جهد، كل مجهود الإنسان بيعمله عشان يحسن ظروف حياته، دي اسمها حضارة. والحضارة دي سواء تكون حضارة مادية زي بناء مثلا البيوت وتعمير الطرق وزراعة الأراضي، دي اسمها حضارة مادية. لكن الحضارة المعنوية زي مثلا الشعر والأخلاق والفلسفات وغيره، دي اسمها حضارة ايه يا شباب؟ حضارة معنوية. وتتألف الحضارة في تعريفها، يعني لما تخش على النت كده وتبحث عن كلمة حضارة، انها بتعتمد على اربع اشياء او اربع نقاط: الموارد الاقتصادية والسياسة والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون. أستاذ، وأنا بقى مطالب إن أنا أحفظ ده كله؟ لا لا، ما تحفظش، أصل يعني لازم تفهم الأول يعني إيه حضارة. ما ينفعش تبقى في القرن 21 ومش عارف يعني إيه كلمة حضارة. يا جماعة، بعيدا عن الدرس، بعيدا عن الرغبة في الاختصار والسرعة، كلمة لازم أنا عشان أبقى مثقف أو أنت تبقي مثقفة، لازم أبقى قاعد في مكان كده لما أقول خليك متحضر. خليك متحضر يعني إيه؟ يعني إيه متحضر؟ يعني إنك أنت بتبذل جهد للرقي يعني. فمعنى الحضارة تحمل معنى أيضا الإيه يا شباب؟ الرقي. طب اضرب لي أمثلة بقى، الحضارة الإسلامية، ها؟ الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الإغريقية، الحضارة الغربية. وعلى فكرة بالمناسبة عكس كلمة حضارة البداوة، يبقى ده معنى كلمة حضارة، وضربنا أمثلة عليها في السؤال رقم 11. السؤال رقم 12 بيقول لي ماذا أفاد عطف وعلى علم بهذا الواقع؟ الجملة اللي قبلها كانت قام غيرها على واقع، يعني الجملة كانت ماشية ازاي؟ قام غيرها على واقع وعلى علم بهذا الواقع. العطف هنا تتوقع يفيد ايه؟ صح، التأكيد. ايوه، لازم كلمة تأكيد دي، التأكيد على ان الحضارة لا تقوم الا على الاثنين معا. يعني ما ينفعش الواقع بتاع لوحده يقيم حضارة، والعلم لوحده ما ينفعش يقيم حضارة، لازم واقع وعلم بهذا الايه؟ الواقع. يبقى تأكيد يا شباب.
نيجي بقى لاسئله البلاغه، انتبه بقى، بيقول استخرج من الفقره استعاره مكنيه، استعاره مكنيه ووضحها وبين سر جمالها، وعباره مؤكده، معلش ديت ناقصه حرف، مؤكده باكثر من ايه يا شباب؟ من مؤكد. تعال نشوف كده طلعنا ايه. كان في العباره وردت كلمه قامت حضاره المسلمين. عايزك بقى طبعا تدرك الفرق ما بين التعبير المجازي والتعبير الحقيقي الاول عشان تقدر تطلع الاستعاره. مش هتعرف تطلع الاستعاره الا اذا فهمت يعني ايه تعبير مجازي، يعني ايه تعبير مجازي، مش حقيقي، مش يعني تعبير خيالي يعني. يعني بقول سقط الظلم، الظلم ده شيء مادي، شيء معنوي، انا شبهته كده بشيء مادي يسقط. فلما اقول قامت الحضاره ده تشخيص للحضاره. يعني ايه تشخيص؟ يعني شبهت الحضاره كانها انسان يقوم. ده مش تعبير حقيقي يا شباب وان كثر استخدامه. يبقى قامت حضاره المسلمين شبه الحضاره بانسان يقوم، وسر جمالها تشخيص المعنى وتوضيحه. طب ليه يا استاذ ما قلتش استعاره تصريحيه؟ ليه؟ ليه قلتها استعاره مكنيه؟ علشان هنا المحذوف لو تركز معايا، انا قلت شبه الحضاره بانسان. مين المشبه؟ الحضاره. فين المشبه بيه؟ كلمه انسان. لو رجعنا للجمله الاصليه يا شباب اللي قدامنا مش هنلاقي كلمه انسان موجوده خالص. يعني المشبه به محذوف اللي هو رقم 2 في الكلام. ما هو رقم 1 بيجي المشبه غالبا ورقم 2 المشبه به. فلما الاقي المشبه به محذوف، يعني رقم 2 في الكلام محذوفه، يبقى نسميها استعاره مكنيه. وسر جمال الاستعاره هنا تشخيص المعنى يا شباب وتوضيحه. عايز عباره مؤكده، دي مش مؤده، عباره ايه؟ مؤكده باكثر من مؤكد. كانت العباره اللي بنقول فيها هي لقد قامت حضاره المسلمين. خلي بالك لقد دي كلمتين مش كلمه واحده، اللام وقد، عشان كده قلنا عباره مؤكده بايه يا شباب؟ بمؤكدين. ده كان سؤال البلاغه خفيف وسريع، ادانا معلومه عن الاستعاره المكنيه، وادانا ايضا معلومه عن ادوات التوكيد. نيجي بقى للنحو. بيقول لي استخرج اسم فاعل واذكر فعله. خلي بالكم بقى يا شباب، اول حاجه هيقابلنا في القطعه كلمه المسلمين. ايوه، لو جبت مفردها هتلاقيه مسلم. وتذكر اسم الفاعل بيجي في صورتين مفيش غيرهم في اللغه العربيه. الصوره الاولى على وزن فاعل زي سالم وناجح وقائل، الصوره الثانيه على وزن مسلم يعني من مضمومه مكسور ما قبل الاخر. طب بيقول لي اذكر فعل، الفعل جاي من المسلمين، الفعل اللي جاي. انا عارف ان معظمكم ممكن يطلعها عادي، بس انا عايز انبه لنقطه خطيره. المسلمين دي اسم فاعل غير ثلاثي. ما هو اللي بيجي في صوره من مضمومه مكسور ما قبل الاخر بيبقى الفعل بتاعه لازم يطلع غير ثلاثي. لكن اللي بيجي على وزن فاعل الفعل بتاعه بيبقى ثلاثي، يعني ناجح من الفعل نجح، لكن مسلمين من الفعل أسلم. فنخلي بالنا مش سلمة، الفعل هنا من المسلمين ايه يا شباب؟ أسلم. أو كلمة واقع برضه ده اسم فاعل بس ثلاثي بقى المرة دي، من فعل وقع. بص طلع ثلاثة أهو. طب المؤمنين في ينفع نقولها أمنة؟ لا ما ينفعش، عشان مؤمنين مفردها مؤمن، يعني من مضمومة مكسور ما قبل الآخر، يعني لازم يطلع الفعل أكتر من ثلاث حروف. طب ما أنت بتقول آمنة يا أستاذ، ما هي آمنة هي ثلاث حروف. لا، الشاطرين كده المركزين يقول لك لا، ده كلمة آمنة الهمزة الأولانية الممدودة دي حرفين مش حرف، لأن عبارة عن الهمزة زائد ألف المد، يبقى آمنة فعلا كده أنت صح. طالما جبت من مضمومة مكسور ما قبل الآخر وجبت الفعل أكثر من ثلاثة يبقى أنت كده ماشي صح. كلمة منجم برضه ده اسم فاعل، خلي بالك منجم، ما هي زي مسلم زي مؤمن، يعني من مضمومة مكسور ما قبل الآخر. طب الفعل منه إيه؟ نجم؟ لا نجم. طب ما هي نجمة ثلاث حروف؟ لا، الشدة اللي قدامك ديت فعلا مخليها أربع حروف. يا شباب الحاحي في المعلومة هنا على إنك تخلي بالك، اسم الفاعل من ثلاثي يبقى الفعل بتاعه لازم يطلع ثلاث حروف، من غير ثلاثي لازم الفعل بتاعه يطلع اكثر من ثلاث حروف. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان عايز ايضا من القطعه مضارع مرفوع. لما تدور في القطعه هتلاقي كلمه يدعي، اللي هو المنجم كان بيدعي معرفه علم الغيب، مرفوع بالضمه المقدره. طب ليه مرفوع يا استاذ؟ عشان لم يسبقه ناصب ولم يسبقه جازم ولم يعطف على منصوب او مجزوم. خلي بالكم الحته دي، ساعات المضارع يتنصب نتيجة انه معطوف على مضارع قبله منصوب، او يتجزم لانه معطوف على مضارع قبله مجزوم، او ساعات كمان يجزم اذا وقع نتيجة لامر او نهي، يعني ذاكر تنجح ده مجزوم. فلذلك انا مش عايزك تتصرح في حكاية المضارع المرفوع ده يا جماعة. ساعات الطلبة كتير يعني تستدفع هذه المعلومة ويقول لك يا عم ده مضارع مرفوع سهل قوي. لا اصبر،
ده انت عشان تقول مضارع مرفوع لازم تكون اتاكدت من حاجات كتير قوي، ان مفيش ولا اداه من الادوات الناصبه التسعه، ان اللي هي ان ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببيه ولام الجحود واو المعيه واذا، مفيش اداه جزم من ال 16. انت عندك 16 اداه جزم، لم ولما ولا من الامر ولا الناهيه بتجزم فعل واحد، واي وان ومن وما ومهما واين ومتى وان وايان وحيثما وكيفما الى اخره. 16 اداه بتجزم اللي هم ال 12 التانيين دولت بيجزموا فعلين، وعندك السنه دي الكلام ده مقرر في الفصل الدراسي الاول. فخلي بالك انت كده اتاكدت ان مفيش كم 9 و16 كم 25 اداه اتاكدت انهم مش موجودين، واتاكدت ان الفعل مش معطوف على منصوب ولا معطوف على مجزوم، ادي كمان حاجه، واتاكدت كمان ان الفعل ده مش واقع نتيجه لامر او نهي. يا استاذ كل ده عشان اقول مضارع مرفوع وانتوا بتطلعوه في جزء من الثانيه؟ فانتبهوا يا شباب، لان اللي عايز يوقع او المدرس اللي عايز يوقع الطالب هيوقعه في حاجات كتير اذا كان الطالب ده واعي وبيخلي باله. يبقى اذا يدعي فعلا كانت مرفوعه بالضمه الايه؟ المقدره. مقدره ليه؟ عشان مش هينفع تظهر على الياء دي يعني. عايز فعل مضارع منصوب، قال له الا يسير، خلي بالكم اللي هو بتاعت لما كانت في القطعه، بص كده اهي، تعالى نرجع للقطعه. القطعه كان بيقول له ايه؟ ونصحه بألا يسير، شوف مكتوبة ازاي؟ بألا يسير، إيه ألا دي عبارة عن إيه يا شباب؟ عبارة عن أن ولا، يعني بس اللي حصل إدغام، عشان النون واللام قريبين من بعض فحصل فيها إيه يا شباب؟ إدغام، فلذلك هنطلع كلمة يسير منصوب بعد أن المدغمة، يعني إيه المدغمة دي؟ المستخبية في ألا يعني. طب كلمة ويجعل برضه منصوب بالفتحة، ليه؟ تعالى نشوف كده يجعل، وأن يجعل، فاكر؟ أهي. وأن يجعل، ها، وبأن يجعل سيره على 3 ساعات، يبقى ديت أيضا فعل مضارع فعلا منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة. تعالوا بقى نعرف ما تحته خط، كانت قامت غيرها، شباب عادي جدا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. فكلمة غيرها تعرب ايه يا شباب دايما حسب موقعها في الجملة هنا، لانها طبعا مش للاستثناء هنا، ديت هنا تعرب حسب موقعها في الجملة. والضمير فيها دايما زي ما احنا عارفين انه اي ضمير يتصل بالاسم بيبقى في محل جر مضاف اليه. الساعة بدل مجرور بالكسرة، ليه يا استاذ بقى؟ تعالى بص هقول لك ليه. شايف الساعة كده هنا عاملة ايه؟ تلك الساعة. قبل كلمة الساعة في اسم اشارة. وفي قاعدة انت واخدها زمان ان او ممكن ما كنتش واخدها اعرفها معايا ثابت من الثوابت، ان اسم الاشاره لما يجي بعديه مشار اليه معرف بال يعرب بدل. مشار اليه يا شباب يعني ايه يا استاذ؟ انت عمال تاكد عليها ليه؟ اقول لك ليه. تعالى بس كده لو انت قاعد كده معايا مركز اكتب الجمله دي لو سمحت، اكتب يا بنتي الجمله دي لو سمحت. يشهد بذلك المؤرخون، يشهد بذلك المؤرخون، يعني مثلا حد بيتكلم عن عظمه مصر وبتاع فبقول يشهد بذلك المؤرخون. لو تلاحظ ان المؤرخون مش هي المشار اليه، لان اصل الكلام يشهد المؤرخون بذلك، يعني ذلك دي مش بتشاور على المؤرخون، ده بتشاور على العظمه يعني او هذا الامر يعني. يعني لازم اتاكد انا كطالب حريص على مستقبلي عايز اجيب درجه ان اللي بعد اسم الاشاره هو المشار اليه، لان فيها لعب يعني كتير قوي ان انا ممكن اوقعك فيها. لان على فكره المؤرخون في الجمله اللي انت كتبتها ديت فاعل، يشهد بذلك المؤرخون هتبقى فاعل، لكن هنا كلمه في تلك الساعه فعلا تلك بتشاور على الساعه، هي تلك هذه الساعه يعني، يبقى الساعه هنا بدل. يبقى من اي كلمه معرفه بقل تعرف بدل بعد اسم الاشاره؟ لا يا شباب، لازم تكون هي المشار اليه، ما تكونش في تقديم وتاخير يعني. كمان يا شباب ما تكونش الكلمتين بيعملوا جملة، يعني لو قلت ذلك الرجل وسكت كده، ذلك الرجل، أنا براجع البدل معاكم دلوقتي عشان أنتوا عندكم بعض الثوابت اللي ممكن تغلطنا، ذلك الرجل ما فيش غيره يعني. الفكرة ديت مبتدأ وخبر، ذلك مبتدأ اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ والرجل خبر، لكن لو قلت ذلك الرجل طيب، هل الجملة انتهت عند كلمة الرجل ولا انتهت عند كلمة طيب؟ انتهت عند كلمة طيب، يعني كلمة الرجل دي زيادة ولا لأ؟ يعني من شروط البدل أيضا إن الكلمة تكون زيادة. يبقى اسم الإشارة يكون وراه مشار إليه معرف بقل، وما يكونش خبر، يكون الكلام بيتم بمعنى بكلمة تانية، ما يكونش الكلام بيتم بيه. كمان يا شباب ما يكونش في النداء. يعني إيه ما يكونش في النداء يا أستاذ؟ لما أقول يا هذا الرجل
تعرف ان الرجل هنا تعرب ايه؟ نعت، المشار اليه، المعرف بأل في النداء، يعني يا هذا الرجل، يا هؤلاء القوم، تعرب هنا نعت، زي يا ايها، بنعملها زي يا ايها الناس، اللي بعد ايها بيعرب دايما نعت. فاذا كان اسم الاشاره وسيط لنداء المعرف بأل، في الحاله دي بيعرب يا شباب، بيعرب نعت. اذا يعني تركيزا بقى للمعلومه، المعرف بأل بعد اسم الاشاره يعرب بدل، بشرط ان يكون مشار اليه، بشرط ان يكون ما يكونش خبر مع الكلمه، يعني يكون الكلام ممكن يستغنى عنه، بشرط ايضا ان يكون في غير النداء. يبقى نقول خلاصه الاعراب: الساعه بدل مجرور وعلامه جره الكسره. عرفنا بقى الساعه بدل ليه. السؤال اللي بعديه بيقول لي على بان يجعل سيره على 3 ساعات مضينا. مضينا ديت تلاحظ كده ده فعل ماضي بس اتصل بنون النسوه، واحنا خدها ثابت بقى، معلومه بسيطه وسهله، ها، اذا اتصل الفعل الماضي بنون النسوه يبنى على السكون، يعني خرجنا، ضربنا، مضينا، ايوه، يبنى على الايه يا شباب؟ على السكون. طب والنون النسوه نعرفها ايه؟ فاعل يا شباب، يعني مين اللي مضى؟ النون دي. يبقى مضينا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه، ونون النسوه ضمير مبني في محل رفع يا شباب، في محل رفع فعل. ده عن السؤال الاول. نيجي بقى للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول له: إنك إن سرت في هذه الساعه أصابك وأصحابك أذى وضر شديد، وإن سرت في الساعه التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت، فما كان من الإمام علي كرم الله وجهه إلا أن أعرض عن المنجم بعد أن عنفه تعنيفا شديدا ومضى فيما كان ماضيا فيه وانتصر. بيقول لي مرادف ظفرت، ارجع هنا العباره بتقول لي ظهرت وظفرت، ظفرت وظهرت، بيقول لي انتصرت ولا اشتدت قوتك ولا سبقت، طبعا هي بمعنى انتصرت، الظفر هنا بمعنى الانتصار. اعرض عنه الامام علي، اعرض عنه، مال عنه ولا مال علي ولا هرب منه؟ طبعا هنا واضح انها مال عنه، يعني بعد عنه. يعني جمع شديد، انتبهوا عشان انتوا ساعات كده بتجاوبوا بالاحساس، يعني يقول لك اشداء ولا شدائد ولا كلاهما صحيح. طبعا يا جماعة ببساطة شديدة، لو أنا عايز أتأكد لازم أروح للمعجم، يعني الجمع ده ما فيهوش، جمع التكسير بالذات ملهوش كده قواعد ثابتة أقدر أنا أمشي عليها وأقول أه أنا متأكد، لا، ده ببساطة شديدة هلاقي على الجوجل وعلى حاجات كتيرة جدا معاني الكلمات، أدخل مثلا على قاموس المعاني، أكتب بس كده، أكتب يا أخي كده في جوجل معنى أو جمع كلمة شديد. يعني بصوا أنا هعمل لكم تجربة قدامكم أهو، لو أنا عملت كده أهو، قلت جمع كلمة مثلا شديد اهو، بص لو انا عملت كده، قلت جمع كلمة شديد، طلع لي اهو، وعملت كده هلاقي، بص هنا اهو طلع لي قاموس المعاني، ده معروف قوي قاموس المعاني ده، هلاقي كلمة شديد اهي. ابدا بقى، بص اشداء وشداد دي جمع شديد، انما شديدة كلمة شدائد وشداد. طب انا اللي عندي كلمة مين؟ ارجع بقى للموضوع بتاعنا، انا عندي كلمة مين يا شباب؟ جمع شديد، مش جمع شديدة، ها، اروح بقى جمع شديد، ها، أشداء وشداد. طب أروح للسؤال، السؤال بيقول لي هنا إيه؟ أشداء وشدائد، هل تنفع كلمة شدائد؟ لا والله ما تنفعش كلمة شدائد، أهو جمع شديد أشداء وشداد. أستاذ ما في شدائد، أيوه بس دي جمع شديدة قدامنا أهو بالراحة كده بتركيز. يبقى شباب لما أرجع هنا أهو أقول له أه فعلا كده جمع كلمة شديد أشداء فقط مش شدائد. السؤال اللي بعديه بيقول لي مضى، معنى كلمة مضى في الفقرة، مضى ساعات مضى بمعنى يعني انتهى يعني، وساعات مضى يعني ذهب إلى ما يريد يعني، فهنا إلا أن أعرض عنه ومضى فيما كان ماضيا فيه، يبقى معنى انتهى ولا استمر ولا أصر، طبعا بمعنى هنا استمر فيما كان يفعله. مضاد مضى هتبقى توقف من غير حتى يعني حاجة، مضاد مضى في الأمر يبقى توقف لأن كان معناها استمر من شوية. مضاد أصبت، انتبهوا لأن كلمة أصبت هنا معناها أصبت الهدف، يبقى عكسها أخطأت، الإصابة عكسها إيه يا شباب هنا؟ الخطأ. بيقول لي من المتحدث في الفقرة وما وسائل إقناعه؟ هو ده بقى الحتة اللي أنا عايز إيه نخلي بالنا منها، إيه حكاية وسائل إقناع؟ طبعًا عارفين كلنا المتحدث في الفقرة السابقة اللي هو المنجم. طب إيه وسائل الإقناع اللي التمسها؟
استخدم التحذير بالأذى والضر، خوف، كان بيخوف سيدنا علي يعني. أغراب بتكرار أفعال معينة زي للانتصار، ظفرت، ظهرت، أصبت، كمان السجع اللي بيجذب الانتباه. بص يا شباب، الواحد لما يحب يقنع حد بحاجة بيلجأ إلى وسيلة الترغيب والترهيب، يعني أرغبك في الأمر وأقول لك مميزاته وأرهبك في لو أنت ما عملتوش، وبالتالي واحد بيكون بيبيع حاجة يفضل يقول لك ده انت لو ما اشتريتهاش هتخسر كذا، ده انت لو مش ده انت هيفوتك نص عمرك، ده هي هتعمل لك كذا وكذا. فهو الراجل ده كان بيعمل كده، كان عمال يقول له هيصيبك اذى شديد، هيصيبك ضر كبير لو انت ما سمعتش كلامي، ولو سمعت كلامي ومش كمان بقى مش هتنتصر بس، يعني مش بيغريب كلمه واحده، بيقول له ظفرت وانتصرت وظفرت واصبت الى اخره. ده بالنسبه كمان السجع، السجع من ضمن وسائل الاقناع. ليه؟ لانه من ضمن وسائل جذب يا شباب، جذب الانتباه. ولماذا فعل الإمام علي رضي الله عنه بعدما سمع هذا الكلام؟ طبعا في الفقرة معروفة، أعرض عنه بعد أن عنف برضه. يعني ساعات طلبة كتير بتجاوب إجابة مختصرة قوي يا شباب، وده عشان كده أنا قدامك الإجابة أهي، شوف الإجابة. أعرض عنه المنجم بعد أن عنفه تعنيفا شديدا، مضى فيما كان ماضيا فيه وانتصر. يعني تعتبر حاجتين مش حاجة واحدة، إنه عنفه وإنه مضى فيما هو ماضي فيه. السؤال اللي بعديه بيقول لي بلاغة بقى، استخرج مصدر الموسيقى في الفقرة، فقرة وعبارة مؤكدة وبين أداة التوكيد. طبعا مصدر الموسيقى في الفقرة واضح جدا ان هو السجع. هو ايه اللي ممكن يدي مصادر الموسيقى يا استاذ؟ بص، في النثر، في النثر اللي هو الكلام اللي مكتوب في سورة سطور، السجع يدي موسيقى. وعندك حاجة اسمها الازدواج. يعني ايه الازدواج؟ يعني الجمل على وزن بعضها. يعني كان في واحد زمان اسمه قص بن ساعدة، الراجل ده بيخطب كده خطبة بيقول ايه؟ أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج وبحر ساجن. أنت ملاحظ النغمة اللي معايا؟ عمال يجيب جمل طول بعضها، الجمل قد بعضها، جمل صغيرة ورا بعضها كده. فلما تبقى الجمل متساوية مع بعض ده اسمه في اللغة العربية ازدواج، ويدي جرس موسيقي. وفي الشعر بيحصل حتى كمان الموضوع ده، بس أنا دلوقتي مركز عشان إحنا بندرس نثر. يبقى مصادر الموسيقى يا شباب، انتبهوا واكتبوا ملاحظاتكم، علشان الملاحظات اللي ممكن تكتبها ورايا تطلع بمذكرة ذهبية رائعة. والله مذكرة من عمايل ايديك بقى. يبقى بنقول يا شباب مصادر الموسيقى في النثر ايه؟ في النثر، مهمة قوي كلمة في النثر دي، السجع والازدواج والجناس الناقص او التام. يعني ايه جناس يا شباب؟ يعني كلمات متشابهة في الحروف زي نور ونار زي صحائف وصفائح، وساعات تبقى متشابهة في كل حاجة إلا المعنى. الوقت من ذهب إن لم تحافظ عليه ذهب. يبقى في الحالة دي جناس بيدي جرس موسيقي، سجع بيدي جرس موسيقي، ما يعرف بالإزدواج بيدي جرس موسيقي. يبقى لما قلت له السجع في الفقرة لازم أطلع له المثال بقى، ظفرت، ظهرت، أصبت، ما طلبت، كل ده بيدي جرس موسيقي محبب للنفس. نيجي بقى لي اللي بعدها، بيقول لي عبارة مؤكدة وبين أداة التوكيد. خلي بالك بقى، أنا عندي هنا اتنين إن، إنك إن سرت في هذه الساعة. طبعا إن ده دي متفيد الشك، ما تفيدش التوكيد، أو بمعنى الأصح دي مجرد أداة شرط. لكن إن الأولانية ده هي اللي تفيد التوكيد. احنا كنا خدنا قاعدة، مش عارف انت سمعتها مني قبل كده ولا لأ. القاعدة دي بتقول إن زائد اسم أو ضمير متصل بيها تفيد التوكيد، لكن إن لما يجي وراها فعل ما تفيدش التوكيد. إن تذاكر، إن يأتي، دي ما تفيدش التوكيد. لكن إنك، إنه، إن محمدا، هنا تفيد إيه بقى يا شباب؟ تفيد التأكيد. يبقى أقول له دي عبارة مؤكدة بإن، ودي أداة يا شباب التوكيد. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى بعد سؤال الاختياري بعد سؤال التوكيد عفوا، تعالوا بقى بعد سؤال البلاغيات نجيب النحو. بيقول لي استخرج اسلوب شرط وبين اجزائه، كنا لسه بنتكلم فيه دلوقتي. ان سرت في هذه الساعه اصابك واصحابك اذى وضر شديد. طبعا اداه الشرط هنا اللي هي ان، وفعله سرت وجوابه اصابك، تمام كده. برضو وان سرت في الساعه التي امرتك بها ظفرت، اداه الشرط اليمين ان وفعله سرت والجواب ايه يا شباب؟ ظفرت. بيقول لي برضو استخرج اسم فاعل واذكر فعله. كنا من شويه كنا مطلعينه بس باكد تاني، كلمه المنجم وفعله نجم، او كلمه ماضيا اللي هو سيدنا علي مضى فيما كان ماضيا فيه، الفعل بتاعه هيبقى ايه يا شباب؟ مضى. بيقول لي استخرج بدلا، خلي بالك كان عايز بدل،
في هذه الساعه. بص انا بكرر المعلومه تاني اهو، نتاكد هل دي مشار اليه؟ اه. طب هل في نداء؟ لا. طب هل هي بتكون جمله تامه في المعنى؟ لا طبعا، ما فيش مبتدا وخبر ولا حاجه. يبقى اذا لا في نداء وهي المشار اليه ما بتكونش جمله تامه، خلاص يبقى بدل. صح، بدل ماله بقى؟ مجرور، لان البدل يا شباب بيتبع اللي قبله، يعني اللي قبله ده لو مجرور هو بيتبعه، وده اسمه بدل مطابق يا شباب. واحنا واحده واحده اهوت عمال اتعرض لك للبدل، لغايه ما هتلاقي في اخر الدرس ان شاء الله، يعني او في اخر الحصه النهارده ان شاء الله، خدت معلومات كتيره قوي عن البدل. برضو من ضمن البدل اللي ورد في الفقره من الامام علي، انتبهوا بقى كلكم عشان تستفيدوا من الحته دي. لو عندك لقب، يعني ايه لقب؟ اللقب في اللغه العربيه يا اولاد ما يحمل المدح والذم، يعني الصديق ابو بكر، الفاروق عمر، دي القاب تحمل المدح. لكن الكذاب مسيلمه، الكذاب مسيلمه، اللقب فين هنا؟ الكذاب فين؟ صاحب اللقب اللي هو مين؟ مسيلمه. يبقى لو عندي لقب زائد اسم صاحبه، اسم صاحبه ده بدل، يعني لما قلت الصديق ابو بكر، ابو بكر دي بدل، الخليفه عمر عفوا، الفاروق عمر، عمر دي بدل، الكذاب مسيلمه، مسيلمه دي بدل. يبقى الالقاب وجاي بعدها اسماء اصحابها، اسماء اصحابها بيبقى بدل مطابق برضه. او درجه قرابه، يعني ايه درجه قرابه؟ يعني ما اقول خالي محمد، اي محمد دي بدل، ما اقول عمي اسامه، اسامه دي بدل، ابن اخي علي، علي دي بدل، ابنه عمرو، عمرو دي بدل. يبقى لقب او درجه قرابه زائد اسم صاحبها، الكلمه التانيه دي بدل. عندك كمان لما يجي مهنه، يعني لما اقول مثلا المدير محمد علي فعل كذا، اقول الاستاذ محمد فعل كذا، ما هي كلمه استاذ وكلمه مدير ديت مهنه، مش كده؟ مهنته. يعني هنا اللي حصل ايه؟ كلمه الامام علي، ما هو سيدنا علي كان امام المسلمين في الفتره دي، يبقى هو وظيفته انه امام، امام يعني قائد يعني، فلذلك كلمه امام هنا تعتبر وظيفه وبعدها اسم صاحبها، فعشان كده هنعرف بدل علي ايه؟ هنعرف علي ايه؟ بدل. اما اقول ايه برضه؟ الشيخ محمد، الدكتور مثلا، او الدكتوره هبه، يبقى هبه دي بدل، وهكذا يا شباب. يبقى بنقول لقب زي الفاروق عمر، مهنه زي الاستاذ محمد او الدكتوره هبه، درجه قرابه زي ابن اخي علي، الكلمه الثانيه دي بتبقى بدل، وكل ده من انواع البدل المطابق. يبقى انت ممكن كده تطلع معايا بان البدل المطابق بيجي ايه؟ معرف بقل بعد اسم الاشاره بالشروط اللي قلناها، زائد لقب او مهنه او درجه قرابه زائد اسم صاحبها، يبقى ده بدل. طب ليه قلنا بدل مجرور يا شباب؟ عشان كلمه من قبل الامام، من الامام علي، يبقى هنا الامام مجروره، يبقى علي تاخد اعراب الامام، لان قلنا البدل زي الصفه يتبع اللي ايه؟ يتبع اللي قبله. حتى لاحظت كلمه الساعه ايضا قلنا فيها ايه؟ بدل مجرور وعلامه جره الايه يا شباب؟ الكسر. كان من ضمن الاسئله تستخرج برضه، بيقول لي ايه؟ طلع فعل مبني، مبني عايز فعل مبني. بصوا يا شباب، جميع الافعال في الماضيه، عفوا، جميع الافعال الماضيه مبنيه. حلوه ديت، سجع كده، جميع الافعال الماضيه مبنيه. يعني انا لو رجعت للفقره هلاقي كلمه اسرت وكلمه اصبت وكلمه اصابك، كل الافعال دي تعتبر افعال ايه يا شباب؟ افعال ماضيه، وبالتالي افعال مبنيه. مبني على ايه بقى؟ الماضي، الفعل الماضي بيتبنى حسب ما ينطق عليه. يعني لما اقول خرج مبني على الفتح، خرج جو، جو ديت مبنيه على الضمه اهي، خرج تو مبنيه على السكون. يبقى انتبه يا شباب، الفعل الماضي يبنى على ايه يا شباب؟ يبنى حسب ما اتصل بايه. ده كان عن الاستخراجات اللي كان طالبها في الفقره قدام. بيقول لي بقى اعرب ما تحته خط، تعالوا بقى نعربه كده. بص كده، إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك أذى، خلي بالك دي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. ليه يا شباب؟ بص كده، بيقول لك أصابك أذى، هو مين اللي أصابك؟ مين اللي أصاب، مين اللي هيصيب؟ الأذى. يبقى الأذى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. المعلومة اللي جاية دي حلوة قوي برضه، في الساعة التي، هتتكرر معانا فانتبهوا، في الساعة التي
الاسم الموصول إذا سبق بمعرفة أعرب نعتا. الاسم الموصول، إيه الأسماء الموصولة يا شباب؟ الذي، التي، اللذان، اللتان. هذه الأسماء إذا جه قبلها معرفة، لأن هي معرفة، خلي بالك، إذا جه قبلها معرفة وهي معرفة يبقى تعرب نعت. الساعة التي، الرجل الذي، يبقى التي نعت. يعني نقولها كده اسم موصول مبني في محل جر نعت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دول الكلمتين اللي كان مطلوب إعرابهم، كلمة أذى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، خلي بالك لأنها اسم مقصور. يعني ايه مقصور؟ يعني اخره ألف لينة كده، الاسم المقصور زي سوى، زي منى، زي علا، زي مها. وأيضا الاسم المقصور هنا بيرفع بعلامات يا شباب، بعلامات مقدرة. ده كان عن السؤال يا شباب، السؤال الثاني او القطعة الثانية. الفقرة الثالثة، فقال لأصحابه ساعة النصر لو سرنا في الساعة التي حددها لنا المنجم وانتصرنا. قال الناس إن النصر إنما تحقق بفضل ذلك المنجم ونبوءته، أما إنه ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده حتى فتح الله علينا بلاد كسرى، بلاد كسرى وقيصر. معنى نبوءته خبره ولا كذبه ولا توقعه؟ طبعا النبوءة معناها التوقع، واحد بيتنبأ بشيء يعني بيتوقع. جمع فضل، فضول ولا أفضال ولا كلاهما صحيح؟ لو عملت الطريقة بتاعتك وبحثت في الجوجل زي ما علمتك من شوية، لو عملت الطريقة دي هتلاقي جمع فضل كلاهما صحيح. فكلمة فضل تجمع على فضول وأفضال، مش فضول اللي بمعناها. أنا فاهم بعض الناس بيقول لك يعني يا أستاذ ده فضول، ده يعني حب استطلاع. أه ما هو فعلا كلمة فضول هنا بمعنى المصدر اللي هي اللي تدي معنى حب استطلاع، مش جمع أصلا. عندي فضول لكذا، يعني عندي حب استطلاع لكذا، لا دي حاجة تانية. لكن لما أقول فلان له فضول كثيرة علي، يعني إيه ليه له فضول؟ يعني له أفضال كثيرة علي، ده جائز في اللغة ما تقلقش. بلاد كسرى دي بقى ثقافة، يعني بلاد كسرى طبعا هي بلاد إيه يا شباب؟ بلاد فارس. بلاد فارس عارفين بلاد فارس دي اللي إيه حاليا؟ إيران. فالجزء اللي هناك ده كان اسمه زمان بلاد فارس. قيصر ملك مين؟ ملك الروم. قيصر ملك الروم. ومعنى حتى في العبارة، الحتة دي بقى انتبهوا يا شباب، عشان احنا عندنا في اللغة العربية او عندنا في المنهج كمان المقرر علينا السنة دي، ان من ضمن ادوات نصب المضارع حتى، ان، لن، كي، لام التعليل، حتى. وحتى لها اكثر من معنى حسب الاستخدام. يعني لما اقول يذاكر حتى ينجح، كلمة حتى هنا بمعنى لكي، فلكي هنا يعني للتعليل، يبقى حتى للتعليل بمعنى علشان يعني. اما بقى ما اقول مثلا سار حتى المنزل، يعني هنا انتهاء السير عند المنزل، فبيسموها حتى التي للغاية او انتهاء الغاية. ما اقول مثلا سهر حتى الصباح، فضل سهران لغاية السهر انتهى فين؟ في الصباح. ما بقولش سهر حتى الصباح يعني سهر عشان الصباح. اذا حتى قد تفيد معنى الغاية او انتهاء الغاية، وقد تفيد معنى التعليل. طب تعالى نشوف العبارة كده بيقول ايه. بيقول هناوت وانتصرنا. اما انه فقال اصحابه لو سرنا وانتصرنا. قال انما النصر، اما انه محمد صلى الله عليه وسلم، من بقى حتى فتح الله علينا. حتى فتح الله علينا ديت حتى هنا بمعنى انتهاء الغاية، يعني فضلنا نحارب وفضلنا نجاهد حتى فتح الله، مش عشان فتح الله، لا، يعني الغاية هنا وصلنا اليها بفتح الله سبحانه وتعالى. يبقى دي معنى حتى، فانتبهوا لهذه المعاني. السؤال 30 بيقول لي علامة تدل الفقرة السابقة، طبعا مش السابقة دي، السابقة، من شخصية الإمام علي وماذا تعلمت منها؟ حقيقة ده بقى سؤال استنتاجي كده عشان تبقى فاهمين احنا بنقول ايه. تدل الفقرة السابقة على ثقة الإمام علي في دينه وإيمانه العميق وعقله الناضج الحكيم. يعني الراجل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ما خدش بقى بكلام المنجمين ومشى وراهم وخلاص، لا، وثق في دينه، ايمانه عميق، عقله ناضج. انا اتعلم منها وانت تتعلم منها ايه بقى؟ ان احنا برضه ايماننا يبقى قوي بتعاليم ربنا سبحانه وتعالى، ونبقى عارفين لا يعلم الغيب الا الله، ومهما الناس قالت انا ربنا قال، مهما الناس قالت اقول لهم ربنا قال، قال غير اللي انتوا قلتوه، وانا مؤمن باللي قاله ربنا مش اللي انتوا بتقولوه. يبقى اتعلم منها الايمان القوي بتعليم الله عز وجل، والتوكل عليه، ان انا اتوكل عليه
أخذ بالأسباب وأتوكل على الله. وأخيرا إعمال العقل اللي هو عنوان الدرس يا شباب الأساسي، إن أنا أعمل عقلي ولا أصدق كل ما يقال. سؤال بلاغة بقى، بيقول لي بلاغة، بيقول لك إن النصر إنما تحقق، عبارة مؤكدة بإن ولا القصر ولا كلاهما؟ كلاهما، لأن على بك على فكرة القصر بإنما، يعني من ضمن أدوات القصر كلمة إنما، أول ما تشوف إنما دي على طول تعرف إنها بتفيد الإيه يا شباب؟ بتفيد القصر. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بيقول لي نحو بقى ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم، نوع اللام، طلبة كتير جدا طبعا أول ما تشوف ما كان ولمحمد يقول لك لام جحود. يا عم اهدى شوية، اللام دي حرف جر. ليه حرف جر؟ علشان أصلا كان محمد هنا اسم. يا جماعة لام الجحود تتصل بالفعل المضارع، ما كان علي ليكذب، ما كان محمد ليتأخر، ماشي دي فعلا فعل مضارع متصل بلام الجحود، لكن ما كان لمحمد طبعا هنا ما تتسرعش عشان مش لام جحود، عشان ما اتصلتش فعل مضارع، دي لام حرف جر، واللام بتتصل بالاسم هنا لتجر. بيقول استخرج فعل مبني، عايز فعل مبني، انتبهوا بقى. في افعال مبنية كل الافعال الماضية مبنية، فاكر سرنا؟ شوف سرنا دي مبني على ايه بقى؟ لو جيت نطقطها كده سرنا، الراء على سكون، سرنا، ما هي لما تتصل فعل الماضي لما يتصل بنا الدالة على الفاعلين بيبني على السكون. كمان كلمة حددها ده مبني على الفتح بقى، لأن حدد حدد يبقى مبني على الفتح. انتصرنا ها مبني على ايه؟ انتصرنا على السكون، برافو. قال مبني على ايه؟ على الفتح. تحقق مبني على ايه يا شباب؟ على الفتح. كل ده الافعال ديت مبني. اعرف ما تحته خط. تعال نشوف كده الجمله بيقول لي ايه. فبيقول لي الجمله بتاعتنا ورا اهي، بص بيقول لي ايه. قال لاصحابي، عفوا الجمله ايه، قال لاصحابي ساعه النصر. ساعه هنا ده ظرف زمان منصوب وعلامه نصب الفتحه طبعا، يعني خلي بالكوا يا شباب لو قلت يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة، الساعة هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. ما لبث المجرمون غير ساعة، ساعة هنا مضاف إليه. يعني مش عايزك أول ما تشوف كلمة ساعة كده قدامك تبقى على بالي ظرف. لا، في كلمات ساعات تعرب ظرف وساعات تعرب حسب موقعها في الجملة، هي نفس الكلمة. يعني كلمة مثلا كلمة شهر. لما أقول جاء شهر رمضان، شهر هنا فاعل، مين اللي جه؟ شهر. غير لما اقول قضيت شهرا في الاسكندريه، شهرا هنا ظرف. اليوم، كلمه اليوم، لما اقول مثلا ايه انتظروا في يوم حار، انتظروا في يوم حار، ده جر ومجرور مش ظرف عادي جدا. لكن لما اقول مثلا ايه وقد مات يوم الخامس عشر من كذا، مات يوم، يعني الموت حصل في يوم كذا، ما هو اسمه ظرف يا شباب، يعني الفعل حصل جوه الفعل الوقت ده. اذا يا شباب الخص الموضوع ان مش على طول كلمه ساعه وكلمه يوم بتعرف ظرف، احيانا تعرف ظرف واحيانا تعرف حسب موقعها في الجمله. فقال لاصحابي ساعه النصر، يعني القول ده حصل في الساعه دي، يبقى ده ظرف. ها طيب بفضل ذلك، انتبه بقى، كنت قلت لك من شويه فوق لو تفتكر في السؤال السابق قلت لك ان الاسم الموصول لما يسبق بمعرفه يعرب ايه؟ نعت. طب اقول لك جمله كمان، الاسم الاشاره لما يسبق بنكرة يعرف مضاف إليه. لو عندي اسم إشارة، هذا، هذه، هذان، هاتان، أولئك، ذلك، تلك، لما يسبق بنكرة، خلي بالك اسم الإشارة نفسه معرفة، فلما يسبق بنكرة يعرب اسم الإشارة نفسه ماله؟ مضاف إليه. يعني لما أجي أعرف هنا اسم الإشارة أقول اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه بفضل ذلك، الفضل بتاع ذلك. يعني حتى كنت قلت لكم حاجه بتاعت حاجه كده، المضاف المضاف اليه كنت شرحتها قبل كده في حصص على النت، وقلت ان قناه السويس القناه بتاعت السويس، مفتاح الباب المفتاح بتاع الباب، بفضل ذلك الفضل بتاع ذلك. يبقى ذلك هنا اي اسم اشاره يسبق بنكره يعرب في محل جر مضاف اليه. عارف المنجم دي تعرف ايه؟ تعرب ايه؟ ايوه برافو، بدل مجرور. خلي بالك انت لو ما خدتش، يعني لو ما عرفتش تعرب ذلك مش هتعرف تعرب المنجم الا نص اعراب، هتقول بدل وتسكت. بدل ماله بقى؟ بدل ما هو تابع لذلك، وذلك مجرور، يبقى ده بدل ايه؟ مجرور. هو ما كانش طالب اعرابها بس انا بنبهك يعني. تعالى بقى للجمله ديت، ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم. يا جماعه اعدلوا الجمله. يا جماعه انبه الجميع
ان من اكتر اسباب الخطأ ايه؟ عدم ادراك الطالب للتقديم والتأخير. ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم، اصل الكلام ما كان منجم لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى منجم هنا تبقى ايه يا شباب؟ تبقى اسم، ها، كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه، مش شرط تقول مؤخر، تقول اسم كان بس، ده كلام صحيح. كده السؤال ده او الفقره دي تمت بحمد الله. نيجي بقى للفقره اللي بعدها، بيقول لي انه لمن اعجب ما يلفت النظر الى قوله الى حد القتال. بيقول لي معنى يلفت، يلفت النظر يعني يا شباب ينبه، كلمه يلفت هنا بمعنى ينبه. معنى تولاه العقل اي حكمه العقل. معنى يذعن للامر اي يخضع للامر. معنى الاهواء، خلي بالك الحب والكره تنفع، يعني كلاهما صحيح. الاهواء تحمل معنى الحب وايضا الكره، فمن الهوى ان تحب فلان ومن الهوى ايضا ان تكره فلانا. جمع طبيعه طبائع، ليه مش طباع يا استاذ؟ عشان طباع جمع طبع، وطوابع جمع طابع، اما طبائع لان فعيله تجمع على فعائل. يعني غالبا كده لما تيجي تتتبع جموع التكسير هتلاقي مثلا رذيله رذائل، حقيقه حقائق، صحيفه صحائف، ها، طبيعة طبائع، وهكذا. جمع إنسان أناسي، في ناس بتقول الإنس، وده برضو مش رأي غلط خالص، لكن الأشهر والأفصح أن جمع كلمة إنسان أناسي. جمع بعض أبعاد، إنما بعوض دي لأ طبعا، دي جمع بعوضة، أبعاد دي مش جمع، يعني كلمة خاطئة أصلا. مضاد يلفت بقى، يلفت الانتباه عكس يضلل. مضاد تولاه يعني تولى الامر، يعني حكمه واخذه واستخدمه، عكسها تركه بقى. مضاد يذعن الاذعان والخضوع، عكس العناد. مفرد الاهواء الهوى. الاسئله بقى اللي بعدها بيقول لي تشير الفقره الى نوعين، السؤال اللي بعديه بيقول لي تشير الفقره الى نوعين من الاختلاف. طبعا انت عارف اللي هو الاختلاف المبني على العقل والاختلاف الثاني المبني على العاطفه، والفرق بينهم ايه؟ ان الاختلاف العقلي يصل فيه المختلفان الى حل يذعن لهم له احدهما، اما الاختلاف المبني على العاطفه فلا يصل اصحابه الا للشقاق وربما ايه كمان القتال، خلي بالك. فده كان من الدرس ان الفرق ما بين الاختلاف العقلي والاختلاف العاطفي. ايه الفرق بين الاقناع والاقتناع؟ الاقناع يا شباب محاوله تقديم الادله المنطقيه والتاكيد على صحه وجهه النظر. يعني انت لما بتقنع حد بتعمل ايه؟ بتقدم الادله وتستخدم وسائل التوكيد. طب ما هو الاقتناع؟ هو قبول الادله دي، يعني اللي يقتنع هو الاذعان الخضوع وقبول الايه يا شباب؟ الادله. نيجي لايه؟ البلاغه. بيقول لي استخرج استعاره مكنيه. استعاره مكنيه كانت قدامي مثلا ميدان العقل، ده تشخيص للعقل كان العقل ده انسان وله ميدان يدور فيه. عندي استعاره مكنيه يعني شيء تولته العواطف، كأن العواطف دي إنسان هيتولى أمر ما، يبقى ده برضو تشخيص استعارة مكنية. تمتد بينهم الخصومة، على فكرة الخصومة تمتد، يبقى ده نوع من التجسيم، شبه الخصومة كأنه شيء مادي يا شباب، كأنه شيء مادي يمتد. السؤال اللي بعديه بيقول لي اضرب أمثلة للاختلاف العقلي والاختلاف العاطفي. الاختلاف العقلي يا شباب كنا ضربنا له مثال قبل كده أثناء الشرح، وقلنا هو اختلاف مثلا ما بين اثنين محاسبين في بنك على الرصيد النهائي لعميل ما، ده اختلاف عقلي، يعني راجع الحسابات، راجع الورق، نشوف الكمبيوتر، ده اختلاف عقلي. انما الاختلاف المبني على العاطفه، المبني على العاطفه، زي مثلا الاختلاف ما بين اثنين ده بيشجع الاهلي والتاني بيشجع الزمالك، او اختلاف ما بين اثنين منتميين لحزبين سياسيين متعاديين، يبقى ده اختلاف عاطفي يؤدي الى الكثير من الاختلافات والخصومه والقتال. بيقول لي ايه الفرق بين الاقناع والاقتناع؟ يا جماعه ببساطه الاقناع هو اعطاء الادله ووسائل التوكيد واثبات صحه وجهه النظر، ده الاقناع. انما الاقتناع هو قبول الادله والاذعان لها. يعني ايه الاذعان؟ يعني الخضوع لها. السؤال اللي بعديه بيقول لي البلاغه يعني، بيقول لي استخرج استعاره مكنيه وضحها وسر جمالها محسن بديعي الى اخره. بيقول لي اولا الاستعاره المكنيه وردت في الفقره في ثلاث حاجات تقريبا، ميدان العقل، ده كده شبهت العقل كانه انسان له ميدان، يعني تشخيص، استعاره مكنيه جميله. شبه ايضا العواطف كانها انسان يتولى امر، ولك تولته العواطف والاهواء، ده تشخيص.
ايضا تمتد الخصومه، دي برضو استعاره مكنيه شبه الخصومه كانها شيء مادي يا شباب يمتد. كان طالب مني ايضا في البلاغه محسنا بديعيا المخطئ والمصيب، كلمه المصيب دي المخطئ والمصيب بينهم طباق ايجاب. تذكر معايا بقى انواع الطباق لو سمحت انها مهمه في الفصل الدراسي ده. الطباق ثلاث انواع، النوع الاولاني طباق الايجاب كلمه وعكسها، طباق السلب كلمه ونفيها. يعني اما اقول احب ولا احب، مثلا يهيم ولا يعشق، يهيم يعني يعشق خلي بالك، ولا يعشق يعني مش شرط نفسي نفي نفس الكلمه. ممكن اقول مثلا ايه هذا كريم وهذا غير جواد، يعني مش كريم يعني. فاذا يا شباب الطباق السلب الكلمه ونفيها. طباق المقابله جمله عكس جمله، يعني احب العدل واكره الظلم، يبقى دي جملتين عكس بعض. يبقى هنا سر جماله طبعا يؤكد المعنى ويوضح. كان طالب مني ايضا عباره مؤكده بمؤكدين، فاكر انهم لا يراجعون، انهم لا يراجعون، مؤكده بان ومؤكده ايضا باللام، يبقى ديت العباره المؤكده. ده كان البلاغه. نيجي للنحو بقى، بيقول لي انهم لا يراجعون انفسهم. خلي بالك اللام دي لا تؤثر، ليه؟ لان اللام هنا زائده لدت معنى التعليل ولدت معنى الجحود. انهم لا يراجعون يعني انهم علشان يراجعون، ما ادتش معنى التعليل، ما ادتش معنى الجحود، لانه ما قلتش مثلا ما كانوا ليراجعوا، ما جبتش جحود، ما فيش هنا امر، ما هي اللام ولا امر ولا تعليل ولا جحود. طب هنا مش جر، لان ده فعل، الفعل ما بتجرش اساسا. طب تبقى ايه لما ما تبقاش حاجه من الاربعه؟ تبقى ايه؟ الخمسه بقى، تبقى زائده. طب اللام الزائده ايه اللي بتعمله؟ لا تصنع شيئا. اللام الزائده شباب لا تؤثر، والفعل بالتالي بعدها بيعرب حسب موقعه. هنا هيعرب ايه يا شباب؟ مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. كان عايز فعلا مجزوما لكلمه لم يغضب، مجزوم بعد لم وعلامه جزمه السكون. نيجي بقى يا شباب لسؤال الاعراب، واللي اعرب ما تحته خط اللي هي كلمه ما. انه لمن اعجب ما يلفت النظر. اول خطوه في اعراب ما انك تحدد نوعها. يعني ما هنا هل هي نافيه ولا تعجبيه ولا موصوله؟ طب جرب كده موصوله، يعني شيلها وحط الذي كده. انه لمن اعجب الذي يلفت النظر، صح، دي اسم موصول. طب الاسم الموصول ابص قبله، كلمه اعجب دي اسم نكره خلي بالك، مش فعل مضارع ولا حاجه، اسم عادي جدا. من اعجب ده جر ومجرور. الاسم الموصول كنت قلت لك من شويه، فاكر الساعه التي في الفقره السابقه، كنت قلت لك ان التي لما تسبق لاسماء الموصوله بقى عموما مش التي بس، لما تسبق بمعرفه بتعرب نعت. لكن لما اسماء الموصوله دلوقتي اضيف لك بقى، لكن لما الاسماء الموصوله تسبق بنكره تعرب مضاف اليه، وبالتالي كلمه ما هنا تعرب في محل جر مضاف اليه. استاذ يعني زي اسماء الاشاره، كنت انت قلت لي من شويه برضو قلت لي بفضل ذلك، كنت قلت لي ان ذلك هنا نعربها اسم اشاره مبني في محل جر مضاف اليه لانه مسبوق بنكره، فاكر الكلمه دي؟ برضو الاسم الموصول المسبوق بنكره يعرب مضاف اليه. طب ما تيجي نلم القاعده دي بقى، لانها قاعده مهمه قوي بتاعت الاسماء الاشاره واسماء الموصوله دي. طب انتبه بقى كده، نلمها بقى كده ونقول ايه، عايز تكتب ملحوظه تكتبها مهمه قوي. اسماء الاشاره والاسماء الموصوله اذا سبقت بمعرفه تعرب نعتا. الاسماء الاشاره والاسماء الموصوله اذا سبقت بمعرفه تعرب نعتا. اديك مثال، الكتاب هذا، هذا اسم اشاره قبله معرفه اللي هو الكتاب. البنت التي، البنت كلمة التي قبلها كلمة البنت معرفة، فبالتالي كلمة التي وكلمة هذا في الجملتين اللي قلتهم دلوقتي نعت. طب افرض جه قبل الاسم الإشارة والاسم الموصول في كلمة نكرة زي اللي قدامي دي، أعجب ما، أو أجيب لك مثال من عندي مثلا، أقول لك إيه مثلا، كتاب من أحبه نشر، كتاب من، ما هي من دي اسم موصول بمعنى الذي. طب كلمة كتاب نكرة، يبقى من اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه. تمام، كتاب هذا الاديب اعجبني، كتاب هذا، يبقى هذا ديت لان هذا معرفه خلي بالك، وكتاب نكره يبقى هذا اسم اشاره مبني في محل جر مضاف اليه. اذا اختلف بعضهم، بعضهم هنا فاعل عادي جدا مرفوع علامه رفع الضمه، وهم ضمير مبني في محل جر يا شباب مضاف اليه. انتبه بقى للي جايه ديت عشان هنكمل مسيره البدل. تذكر الاول كده
البدل كنا قلنا المعرف بقل بعد اسم الإشارة وليه شروط، وكنا قلنا لقب أو مهنة أو درجة قرابة زائد اسم صاحبها، مش كده؟ ودلوقتي بقول لك إذا كررت الكلمة بغرض توضيحها، يعني بص كده بيقول إيه؟ إذا اختلفوا على شيء في غير ميدان العقل شيء تولته العواطف والأهواء. بص كلمة شيء دي تكرار لشيء الأولى، بس مش بغرض توكيدها، ده بغرض توضيحها. زي ما في القرآن كده في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، بص الكلمة التانية توضيح للأولى، أحب البناء بناء الشخصية. إذا يا شباب تكرار كلمة بغرض توضيحها ده بدل، فكلمة شيء هنا بدل من شيء الأولى مجرور وعلامة جره الكسرة. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. ده كان عن الأسماء أو الفقرة ديت، تمت بحمد الله. نيجي بقى للسؤال اللي بعديه، بيقول لي معنى يسهل عليهم يهون، ومعنى يفرطوا أي يتركوا الأمر يعني، وجمع ميل، انتبهوا جمع ميل ميول، إنما جمع ميل اللي هي وحدة المسافة ديت ميل أميال، فمش كلاهما صحيح طبعا، لا في ميل وفي ميل، فدي جمعها ميول. جمع رؤية رؤى، ومضاد اليقين عكسها طبعا الشك، ومضاد معبأ عكسها الخالي. السؤال اللي بعديه بيقول لي بقى في العبارة قضية واستدراك لها، يعني ايه القضية الأول والاستدراك؟ يعني ايه السؤال ده؟ طلبة كتير سألتني في معنى السؤال ده. القضية يا جماعة هي تنازل الناس عن أمورهم أو عن آرائهم العقلية، وعدم تنازلهم عن آرائهم العاطفية. دي القضية اللي الكاتب بيتكلمنا فيها. طب الاستدراك في ايه؟ أن رؤية العقل هي اليقين، ورؤية العاطفة معبأة بالضباب. طب ايه اللي عرفني ان ده استدراك؟ صلوا على النبي. لما تلاقي مع ان او الا ان او لكن او غير ان، دي اسمها ادوات الاستدراك. يعني استدراك يعني الكلام اللي بعدهم هيبقى مخالف للي قبلهم. يعني ما اقول مثلا ايه، تاخر محمد الا انه اعتذر، اقول لم ياتي علي لكنه اتصل، يبقى ما عملش حاجه وعمل حاجه، فاهم؟ يبقى اذا اللي بعد لكن والا ان ومع ان وغير ان، ده بيبقى خلاف اللي قبلهم، فده بيسمى استدراك وبيجذب الايه يا شباب، وبيجذب الانتباه. السؤال اللي بعديه بيقول لي في البلاغه استخرج كنايه وبين نوعها. بص بقى، ما يقل ميل العاطفه طريق معبأ بالضباب، كنايه عن عدم الرؤيه الصحيحه الحيره. طب الكنايه نوعها هنا ايه يا شباب؟ كنايه عن صفه. خلي بالك الكنايه، تذكر معايا، تذكروا المعلومه ديت، الكنايه ثلاث انواع: كنايه عن صفه، كنايه عن موصوف، وكنايه عن نسبه. يعني ايه كنايه عن صفه؟ يعني المستنتج اللي هيطلع لك من ورا العباره حاجه معنويه، صفه يعني، زي ما اقول فلان بيته مفتوحه للناس، يبقى دي كنايه عن كرمه، والكرم ده صفه في الانسان، مش كده؟ فلان ما يدخلش من الباب ده، كنايه عن ضخامته، والضخامه دي صفه في الانسان. لكن لما تبقى المستنتج مصر مثلا، يقول لك المحروسه، كنايه عن مصر، مش كده؟ طب مصر دي صفة ولا موصوف؟ موصوف طبعا. لما أقول لك بنت البحر، بنت البحر دي أقصد بها السمكة أو السفينة، طب السفينة دي صفة ولا موصوف يا شباب؟ موصوف طبعا، موصوف. فإذا في كناية عن صفة وفي كناية عن موصوف. في كناية بقى عن نسبة، إذا ارتبط شيء بجزء من أجزاء الإنسان أو الحيوان بنسميها كناية عن نسبة. يعني لما أقول لك الذكاء في عينيه، أنا ربطت الذكاء بالعينين، خلي بالك ربطت شيء بجزء من أجزاء الإنسان. السعد بين يديه، أنا ربطت السعد بالإيدين. مثلا الخيل في نواصيها الخير، أنا كده ربطت الخير بنواصي الخيل، فدي اسمها كناية عن إيه يا شباب؟ كناية عن نسبة. إذا الكناية ثلاث أنواع: كناية عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن نسبة. وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. كان عايز تشبيه برضو، عايز سر جماله: ميل العاطفة طريق معبأ بالضباب. شبهت ميل العاطفة بالطريق المعبأ بالضباب. فين المشبه؟ ميل العاطفة. فين المشبه به؟ الطريق المعبأ بالضباب. احنا اتفقنا ان التشبيه لازم الاتنين يكونوا موجودين قدامك في الفقر، لازم المشبه والمشبه به. طبعا التشبيه دائما يفيد توضيح المعنى برسم صورة له. عايز مقابلة، مقابلة يعني جملة عكس جملة تماما.
بيقول لي أن رؤية العقل هي مجال اليقين، العاطفة طريق معبأ للضب الضباب. يبقى الجملتين عكس بعض تماما، يبقى ده يا شباب مقابل. النحو بقى كان طالب مضارع منصوب اللي هو كلمة يتنازلوا يفرطوا، الاثنين منصوبين بعد أن، تعرف طبعا الأفعال الخمسة، الخمسة بتنصب بحذف الإيه يا شباب؟ تنصب بحذف النون. كان عايز اسم مفعول واذكر فعله، اسم مفعول واذكر فعله معبأ. خلي بالك بقى، اسم مفعول تذكر أنه من مضمومة مفتوح ما قبل الآخر، فكلمة معبأ. وخلي بالك لما تجيب الفعل من الاسم المفعول لازم يكون مبني للمجهول، لازم. يعني لما اقول محمود هات الفعل منها، ما تقوليش حمد، غلط، تقول لي يحمد او حمد. كلمه معبأ ما تقوليش عبأ، غلط، تقول لي يعبأ او عبئ، يعني زي ما انا كاتبها قدامك كده. اسم موصول وعربه برضه، شوف انا عمال الح على المعلومه، كانت كلمه الذي وهتعرب نعت ليه. بص كده بيقول لي هنا أن يفرطوا، يسهل عليهم أن يتزاولوا الذي، بص الرأي الذي، ها من شوية كنت قلت لك الاسم الموصول المسبوق بمعرفة يعرب نعت، فبالتالي كلمة الذي هنا تعرب إيه؟ اسم موصول مبني في محل جر نعت لأن الرأي معرفة. صليتوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نيجي بقى للإعراب، السؤال أعرب ما تحته خط، فكأنما، يا جماعة عادي جدا، فاء دي حرف لا محل له من إعراب، كأن من أخوات إن لا محل لها من الإعراب، حرف لا محل لها من الإعراب، ما كافة. الما دي يا ولاد لما تتصل بإن وأخواتها تكف عملها. بقول إنما، كأنما، لكنما، لعلما، ليتما، العلماء قالوا فيها رأيين، ممكن تكف عملها اللي هو النصب يعني، وممكن عادي تنصب. يعني ليتما دي لها حالة خاصة شوية، يعني لما أقول ليتما محمدا يأتي أو ليتما محمد يأتي، الاثنين صح. لكن إنما علي أتى ما ينفعش بعد إنما إلا إن علي تعرف مبتدأ عادي، لأن الماء تكف عمل إن وأخواتها عن العمل أي عن النصب ما عدا مين؟ ما عدا ليت. يبقى تاني كده، فكأنما الفاء حرف لا محل من الإعراب، كأن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، والماء حرف يكف عمل كأن برضه لا محل لها من الإعراب. يعني ما شاء الله كلمة فكأنما دي كلها ثلاث حروف ملزقة في بعض، والثلاث حروف لا محل لها من الإعراب، لأن كل الحروف أصلا في اللغة العربية لا محل لها من الإعراب. لا يسهل، يسهل فعل مضارع مرفوع بالضمة، لأن لا دي نافية يا شباب، ما بتديش معنى إياك، لأن هي اللي بتدي معنى إياك. فيسهل هنا نقول عليها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم. هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. يا ريت بقى تتعود على الحكايه ديت، ان الضمائر المنفصله غالبا بنسبه عاليه جدا 99% تقريبا انها بتتعرب في محل رفع يا شباب مبتدا. ومجال خبرها اللي بعد ديت هي مجال، اوعى تقولي دي اسم اشاره بقى وده لا طبعا، كلمه مجال هنا خبر للضمير هي. وعلى فكره جمله هي مجال جمله اسميه في محل رفع خبر ان، يعني ان رؤيه العقل مالها هي مجال اليقين، اليقين ده مضاف اليه طبعا. فإذا يا شباب الجملة الإسمية ده إيه؟ في محل رفع خبر يا شباب، في محل رفع خبر خبر أن. كده الفقرة دي تمت بحمد الله. الفقرة اللي بعدها أول سؤال بيقول لي جدوى أمل ولا فائدة ولا هدف؟ طبعا الجدوى هي الفائدة، الجدوى من الشيء الفائدة. مسح إحصائي، يا ترى دراسة رياضية ولا دراسة شاملة ولا دراسة علم الإحصاء؟ طبعا هو يقصد دراسة شاملة مش مجرد دراسة رياضية. يعني يطوع يستخدم ولا يخضع ولا يستنتج؟ طبعا هنا كلمة مش مجرد الاستخدام ليس معناها تطويع، ممكن استخدم مش عارف اطوعه، فاذا عكسها يخضع، معناها يخضع، معنى كلمة يطوع الشيء اي يخضعه لاستخدامه. السؤال اللي بعديه بيقول لي في العبارة ثلاثة اشياء، ها فما هي؟ هي العقل. في العبارة ثلاثة اشياء هي العقل، فما هي؟ يعني ايه هو العقل؟ يعني التخطيط المدروس، الاهداف الواضحه، المسح الاحصائي للايه يا شباب؟ للواقع. السؤال بعد كيف نحقق اهدافنا؟ على فكره في العباره بالتخطيط المدروس والمسح الاحصائي للواقع، من خلال ذلك يتم تطويع الواقع لتحقيق اهداف واضحه. تمام يا شباب؟ بلاغه، بيقول استغرق استعاره مكنيه اسلوب قصر وبين وسيلته اطنابا وبين وسيلته. تعالوا بقى نشوف كده الاول. استعاره مكنيه هذا الواقع الذي رسمته لنا البحوث الاحصائيه. ده شبه البحوث الإحصائية كأنها إنسان يرسم الإيه؟ الواقع. أسلوب قصر،
اسلوب القصر لا يكون للتقليد مدروس معنى الا، تعرفين دايما تسمعوا كتير قوي ان اجتماع النفي والاستثناء يعني لا والا بيدي حاجه اسمها اسلوب قصر، وده طبعا بيؤكد المعنى. اطنابا وبين وسيلته، تلاحظ ان كرر كلمه التخطيط المدروس، كلمه التخطيط المدروس كررها اكتر من مره، قال لك هو التخطيط المدروس ولا يكون التخطيط المدروس. وبص برضه هنا التخطيط المدروس بيكررها كتير لاهميه الكلمه، وكل تكرار يسمى ايه يا شباب؟ اطنابا. الاطناب اللي هو الكلام الكتير يعني، والكلام الكتير ده بيجي نتيجه الايه؟ التكرار. النحو بقى بيقول لي في الفقره مضارع منصوب بعلامه مقدره، صح ولا خطا؟ خطا. ليه؟ بص كده، تعالى لما اقول هنا ان نردد منصوب بالفتحه الظاهره، ان ها نعني، خلي بالك الفتحه لا تقدر الا على الالف، يعني يسعى ده كده فعلا منصوب بالفتحه المقدره، انما نعني هنا منصوب بالفتحه الايه يا شباب؟ بالفتحه الظاهره. يبقى ما فيش ولا مضارع من الافعال اللي موجوده الا ان هو منصوب بالفتحه الظاهره، يبقى خطا طبعا. فيطوع الفاء سببيه، خطا برضه. ليه يا استاذ؟ عشان انت لو تلاحظ كلمه يطوع اللي هي فيها فاء يعني فعل مضارع، ما فيش قبله لا امر لا نهي ولا امر ولا استفهام ولا نداء ولا تمني، ما فيش قبله طلب ولا قبله نفي. يعني كلمه يطوع هنا عشان تبقى فاء سببيه لازم يسبقها طلب او نفي، تمام؟ وفاء السبب تسبق بنفي او ايه او طلب، هنا لم يسبقها لا نفي ولا طلب، يبقى كده فعل مضارع مرفوع عادي جدا او معطوف على اللي قبله، يعني المهم انها مش فاء يا شباب، مش فاء سببيه. نيجي نعرب ما تحته خط كل، فاكر هنا بيقول لي هنا كل كده اللي هي ديت نعني بها كل ما تعنيه تلك الكلمه، طبعا هتبقى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه يا شباب؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. اللي بعدها بيقول لي معنى، كلمه معنى، معنى اهي ولا يكون للتخطيط المدروس معنى ديت ها ما كان لمحمد منجم، فاكرها؟ ما كان منجم لمحمد. هنا دلوقتي بقول ايه؟ ولا يكون للتخطيط المدروس معنى، اصلها لا يكون معنى للتخطيط المدروس، خلي بالك ده تقديم وتاخير، يبقى معنى هنا اسم يكون مرفوع علامه رفعه الضم، ها؟ الا ان يكون هنالك اهداف، اوعى بقى تغلط بقى حرام عليك، اصلها يكون اهداف هنالك، يبقى برضه اهداف اسم يكون مرفوع علامه رفعه الضمه. التخطيط المدروس الذي، ها؟ الذي اسم موصول مبني في محل ها يجيء ذلك التخطيط المدروس الذي، يبقى التخطيط فاعل والمدروس نعت، يبقى الذي اسم موصول مبني في محل ايه يا شباب؟ رفع نعت، لانها قبلها معرفه وكلمه المدروس نعت للتخطيط، والتخطيط ها بدل من ذلك، وذلك فاعل مش كده ولا لا؟ فشفت جبتها من الاول خالص، يبقى دي نعت يا شباب في محل رفع. ده بالنسبه للايه يا شباب؟ الاعراب اللي احنا اتعرضنا عليه او اليه من شويه. كده الفقره دي تمت بحمد الله. نيجي للسؤال اللي بعديه اللي بيبدا بانه اذا قيل لنا الى ربط المسببات بغير اسبابها. السؤال الاولاني بيقول لي معنى العاتيه، العاتيه معناها الشديده، ومعنى غمرتنا اي اغرقتنا، والطوفان الفيضان، ومفرد الدعاء كلاهما صحيح. بصوا يا شباب، الداعي والداعيه تجمع على دعاء، لكن الدعي لا، دي حاجة تانية خالص. الأدعياء، الدعي دي إيه؟ الأدعياء، جمع الدعي الأدعياء، لكن الداعي والداعية كلاهما إيه شباب؟ صحيح. مضاد صحوة، الصحوة عكسها الإيه؟ الغفلة. نيجي للسؤال اللي بعديه بيقول لي حين دعا الدعاء إلى صحوة العقل، مثل بداعية باعتماد كتابته على العقل، طبعا الإمام محمد عبده كما ورد في الدرس. السؤال اللي بعديه بيقول لي اضرب أمثلة للخرافة، كتير بقى، يعني أن يظن الإنسان أن أحدا يعرف الغيب دي خرافة، الجن تحرق البيوت في الصعيد دي خرافة، تفسير انغلاق الشباك فجأة بمخاوف من العفريت دي خرافة، غيرها كثير طبعا. بقول لي بلاغة، بقول لي ما غرض الاستفهام في الفقرة، وما الجمال في جملة وجه الموجة العاتية. أولا غرض الاستفهام في الفقرة اللي هو كان بيقول إيه؟ تعالى نرجع للفقرة، بيقول كده، بيقول إنه إذا قيل لنا أين نقطة البدء؟ يبقى هنا غرضه إيه يا شباب؟ غرضه التشويق لإثارة الانتباه. أين نقطة البدء؟ طب إيه الجمال في وجه الموجة العاتية؟ استعارة تصريحية، انتبهوا جميعا بالله عليكم. هو قصده إيه بالموجة العاتية؟ قصده الخرافة. يعني شبه إيه يا شباب؟ شبه الخرافة بالموجة العاتية. طب بالله عليك، هي كلمة خرافة موجودة في الجملة؟
لا مش موجوده، اهي دي الاستعاره التصريحيه، لانه حذف المشبه. زي ما اقول لك عاد اسودنا منتصرين، شبه الجنود بالاسود. طب هي كلمه جنود في جمله، كلمه الجنود موجوده في جمله عاد اسودنا؟ لا مش موجوده، ده موجود بس المشبه به فقط. يبقى ماذا يعني حذف المشبه؟ يعني حذف المشبه يعني وجود استعاره تصريحيه. سؤال النحو بقى بيقول لي بعد كده نحو لكان الجواب ما نوع اللام في كان. لكان الجواب ما نوع اللام في كان؟ تعال نجرب تعليل. علشان كان الجواب ما تمشيش، امر ما فيش امر اصلا. طب جحود ما تنفعش اصلا، ده لام الجحود بتيجي في فعل مضارع ودي كان ماضيه، تبقى لا ينفعش. طب هي كده جر مستحيل، يبقى زائده. يبقى نوع اللام في لكان الجواب يبقى تبقى ايه يا شباب؟ زائد. اثرها الاعرابي لا تؤثر. فاكر كنت قلت لك من شويه انهم لا يراجعون انفسهم، اللام هنا زائده لا تؤثر، فكل لام زائده، وانا بكرر لك المعلومه اهيت والتمارين محكمه، يعني انا جايب لك تمارين بتكرر بطريقه كده علميه منهجيه عشان المعلومه تثبت معاك، فكذا مره اجيب لك المعلومه وبعدين اسيبك شويه وبعدين اجيبها لك في صوره سؤال اخر. فلاحظنا كذا مره نتعرض للام الزائده، قلنا اللام الزائده لا تؤثر في الاعراب. هات اسم مفعول. كلمة مسببات، على فكرة كلمة مسبب اللي هو الناتج عن السبب، هي الناس بتقراها مسببات غلط، هي مسببات من مضمومة مفتوح ما قبل الآخر. أين نقطة البدء في الإعراب؟ بصوا يا شباب لو تلاحظ كانت كلمة أين نقطة اللي بعد، لو جه اسم استفهام بعد الاسم كيف محمد متى الرحلة أين علي، يعرب مبتدأ مؤخر واسم الاستفهام قبله يعرب خبر مقدم. معلومة حلوة اكتبوها، اسم استفهام زائد اسم يعرب الاسم اللي بعد اسم الاستفهام مبتدأ مؤخر ويعرب اسم الاستفهام خبر مقدم، مع ملاحظة ان هل والهمزة حروف مش اسماء، يعني مش مالناش دعوة دي، ما تنطبقش القاعدة دي على هل والهمزة، يعني هل محمد او علي قادم، لا دي حاجة تانية، دي محمد وعلي هنا تعرب مبتدأ، لكن بقول اللي يجي بعد اسم الاستفهام. اسماء الاستفهام اللي هي يا شباب اللي هو اين متى كيف، اللي هي معظم من، مش كده اسماء الاستفهام. اذا لو جه عندي اسم استفهام وبعديه اسم زي المثال اللي هقوله، متى الرحله، رحله مبتدا مؤخر، اين نقطه البدء، نقطه مبتدا مؤخر، وهكذا. السؤال الاعرابي اللي بعديه كلمه نقطه البدء التي، معقوله بقى ها مالها؟ نعت طبعا، احنا كررناها كتير قوي يا شباب دي. طب نعت لمين؟ للنقطة طبعا مش للبدء، ما هي نقطة البدء التي، يبقى النقطة هنا مرفوعة، يبقى ده اسم موصول مبني في محل رفع نعت الكلمة نقطة. تمام يا شباب؟ طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي هي قبل كل شيء وبعد كل شيء ربط. خلي بالك بقى هنا بقى سبتني من التقديم والتأخير، ودلوقتي بحاول ألخبطك بحاجة تانية في الإعراب اسمها الحشو. يعني ايه الحشو؟ ان انا اجيب كلمة في اول الجملة وافضل ارغي كتير وبعدين اجيب الخبر بتاعها في اخر الجملة مثلا. اهي فهي ها هي قبل كل شيء وبعد كل شيء ربط المسببات. طب ما هي اصل الجمله ايه؟ هي ربط المسببات، فما تخليش الكلام اللي في الوسط ده ايه يخدعك، يبقى ربط خبر مرفوع وعلامه رفعه الايه يا شباب؟ الضم. كده الفقره دي تمت بحمد الله. نيجي بقى للسؤال اللي بعديه، الفقره الاخيره. اقول إن تقدمنا إلى قوله وحده وسيلة الإيمان الصحيح. معنى أبرز، كلمة أبرز هنا من أبرز يعني أظهر، البروز معناه الظهور يعني. معنى سائر، خلي بالك جميع، سائر المخلوقات يعني جميع المخلوقات. مفرد أحد، لو دخلت المعجم ودورت وبحثت عن المعلومة، واحد وأحد تجمع على أحد، الاثنين صح، يبقى كلاهما صحيح. معنى استناد، استند إلى يعني اعتمد على يعني، فاستنادها معناها اعتمادها. معنى النظر العقلي يعني التفكير، النظر العقلي ببساطة هو التفكير. بقول لي لماذا دعا الداعون إلى يقظة العقل؟ ما هي في العبارة؟ لترتبط النتائج بأسبابها الصحيحة. لو رجعت العبارة كده هتلاقي الجملة دي موجودة فيها. ما المبادئ الأساسية للإسلام؟ انتبهوا يا شباب، المبادئ الأساسية للإسلام كثيرة، وحدانية الله دي أهم مبدأ في الإسلام، الحساب في الآخرة، الحرية، المساواة، كرامة الإنسان. طبعا دي مش كل مبادئ الإسلام، دي المبادئ الأساسية أو معظم المبادئ الأساسية في الإسلام. السؤال اللي بعديه بيقول لي ما وسيلة الإيمان الصحيح؟ هو قالها النظر العقلي هو وحده وسيلة الإيمان الصحيح.
ما فيش غير كده، النظر العقلي يعني التفكير. بلاغة، ما الجمال في النظر العقلي هو وحده وسيلة. خلي بالك، شبه النظر العقلي بوسيلة، يعني تشبيه. لو كتبها استعارة يبقى أنت عندك مشكلة، لأنك أنت كده بتتسرع من غير ما تبحث الجملة. لا بالراحة كده، أنا عندي المشبه موجود أهو اللي هو النظر العقلي، والمشبه به موجود أهو اللي هو كلمة وسيلة، يبقى ده تشبيه. بيقول لي يبين استنادها إلى منطق العقل. على فكرة هنا في استعارتين، لو تلاحظ استنادها شبه مبادئ الإسلام بشيء مادي يستند. طب مسنودة على إيه بقى؟ على منطق العقل. طب ما هو شبه منطق العقل كأنه شيء مادي يسند عليه، يعني أنا كده قسمت الاثنين، قسمت مبادئ الإسلام كأنها شيء مادي يستند، وقسمت منطق العقل كأنه شيء مادي يستند عليه، فده تقسيم. يبقى دول استعارتين يا شباب مكنيتين. السؤال الأخير في النحو، عايز مضارع مجزوم بعلامة فرعية. بصوا يا شباب صلوا على النبي، العلامة الفرعية لما أقول مجزوم بعلامة فرعية يعني يبقى مجزوم بغير السكون، وأنت عارف المجزوم بغير السكون يعني مجزوم بحذف العلة أو بحذف النون. تاني، العلامات بتاعت جزم المضارع بتنقسم قسمين، علامة فرعية وعلامة أصلية. لو المضارع اتجزم بالسكون بنسمي العلامة أصلية، لو المضارع اتجزم بحذف العلة أو بحذف النون يبقى تسمى علامة فرعية. لذلك هتلاقي في الفقرة كلمة يبقى، لم يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة يبقى علامة فرعية. باللي أربط ما بين الجملتين، كان عايز نربط لو تفتكر كده، بيقول لي ندعو لصحوة العقل ترقى أمتنا. عايز يربط ما بين الجملتين بأداة شرط جازمة، إن ندعو، طبعا أنت عارف يبقى لازم حرف العلة يطير على طول، إن ندعو ها لصحوة العقل ترقى أمتنا. شفت شلت ايه؟ شلت حرف العله من ترقى، وشلت ايضا حرف العله من ايه يا شباب؟ من ندعو. واللي اعرف ما تحته خط، تعال نشوفها بقى في القطعه. القطعه هي ان تقدمنا، خلي بالك تقدم ده مش فعل، تقدم ده اسم عادي جدا، يعني تقدم اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه، والنا ضمير مبني في محل الجر مضاف اليه. طب تعالى هنا لترتبط، اللام هنا يا ترى زائده لا تؤثر؟ طب تعالى كده اما نشوف، بدأ عندما دعا الداعون إلى يقظة العقل علشان ترتبط، صح تعليل مش زائدة، غلط. هنا مدت معنى علشان، طالما مدت معنى علشان يبقى تعليل، وبالتالي ترتبط دي فعل مضارع ماله يا شباب؟ منصوب علامة نصبه الفتحة. هو كنت من شوية قلت لك لو نساي لا يبقى تدون ملاحظاتك وتنتبه، كنت من شوية قلت لك الضمائر المنفصلة غالبا بنسبة 99% لو تفتكر تعرف في محل رفع مبتدا، يبقى هو دي ضمير مبني في محل رفع مبتدا. بالنسبه انا عارف ان ساعات ممكن يشغلك شويه ال 1% اللي هو، طب يا استاذ انت بتقول 99% يعني ممكن تتعرب ايه تاني؟ ساعات بتعرب ضمير شأن لا محل له من الاعراب، ساعات تعرب توكيد لفظي، ساعات تعرب مثلا ما جاء، او ساعات تعرب نائب فاعل، يعني ما اقول ما كرمت الا هي يبقى هي دي نائب فاعل. فانا عشان كده بقول لك غالبا تعرب الضمائر المنفصله ايه يا شباب؟ مبتدا. محمد بقى نعرف محمد دي ايه؟ ها بدل. احنا بص انا طول الفقرات مركز لك اهو على درس البدل. عندك الشيخ لقب او مهنه، عفوا الشيخ هنا مهنه صح، ومحمد ديت اسم صاحب المهنه. مش من شويه قلت لك لقب او مهنه او درجه قرابه زائد اسم صاحبها يبقى بدل؟ طب ما انت عندك الشيخ مهنه ومحمد ايه؟ صاحب المهنة، يبقى محمد بدل. بدل ماله؟ ها هو إمامنا الشيخ دي نعت، طب إمامنا نعت للإمام، يبقى إمام دي مرفوعة، يبقى هنا محمد بدل مرفوع علامة رفعه الضم. الذي ها لعاشر مرة بنلح عليها، يا رب تكون سبتت بقى، اسم موصول مبني في محل رفع نعت، لأن محمد عبده دي علم يعني معرفة، يبقى كلمة الذي هنا هنعرفها يا شباب نعت طبعا. اخر كلمه، كلمه وحده، هو وحده، وحده هنا دايما تعرب حال شباب، كلمه وحد اذا اتصلت بضمير وحدك، وحده، وحدنا، وحدهم، هذه الكلمه دائما تعرب ايه يا شباب؟ تعرب حال. تعال بقى بص كده على الاعراب عشان يعني ترتب افكارك شويه، اهي تقدمنا اسم ان منصوب بالفتحه والنا مضاف اليه، لنرتبط كانت اللام للتعليل والفعل مضارع منصوب بالفتحه، وهو ضمير مبني في محل رفع مبتدا، ومحمد كانت يا شباب كانت بدل، وايضا الذي ها اسم موصول مبني في محل رفع نعت، وكلمه وحده هتعرب حال منصوب وعلامه نصب الفتحه، والهاء فيها طبعا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تم بحمد الله أعزائي الطلاب هذه المراجعة التي أرجو من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم من تطبيقاتها البلاغية واستفدتم من تطبيقاتها النحوية، وإن شاء الرحمن الرحيم نكمل بنفس الطريقة في الفروع الأخرى، يعني ممكن نتناول نص برضه ونتعامل معاه برضه من حيث معاني الكلمات وشرح الأبيات، ثم نعمل على النص ده تطبيق بلاغي وتطبيق نحوي، وتجد أنت بتكرار المعلومة وتكرار الحل عليها إن شاء الله تثبت في دماغنا بإذن الله. أعزائي الطلاب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في مراجعات قادمة بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.